السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته أكثرهم وأهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد باب ما يذكر كتاب الطب من صحيح البخاري، ونحن نسعى سعيا حسيسا أن الله تعالى يرزقنا الانتهاء منه. يا رب يا رب يا رب يسر لنا يا رب. كتاب الطب باب ما يذكر في الطعن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر عن حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نشاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الجند أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: أدعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. شوف لما يكون الله يجعل لك أهل الخير وأهل الشورى أراد لك النجاح. هذا الذي فعله الله جل في علاه لعمر بن الخطاب ولغير عمر بن الخطاب، جعل لهم أداة الخير والشورى الحق. فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك. قالها أبو عبيدة: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، ورأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي في هذا علما، يعني أنا عندي علم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. الحمد لله على التوفيق. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبر عبد الرحمن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. أكمل الباب يا أحمد وأختمه. الله كمك. رضي الله عنك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مدينة المسيح ولا الطاعون. نعم. وقد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات؟ قال: قلت: من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. الله أكبر. عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمل قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقطوم شهيد والمطعون شهيد. نعم. أقول لك أخي أختم الباب. نعم خلاص. جزاكم الله خير. وهنا نقول بأن هذا الباب فيه كلام على الطاعون وفيه مسائل. المسألة الأولى: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها. هل هذا عدوى من أجل عدوى؟ صحيح أن هذا حج صحي،
لكن العلماء يقولون بذلك هو انتشار كما قال الخطابي، انتشار المرض وفشو المرض يستثنى من قول لا عدوى ولا طير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بلد يعني ظهر فيها الطاعون، لا تدخلوها ولا تخرجوا منها. حجر صحي يعني يعتبر في هذا الباب، وجاء هذا استثناء من عموم قوله لا عدوى ولا طير. وفي الحديث مسائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الطريق إلى الشام سمع أن الوباء قد وقع بالشام، يقول عمر الخطاب يعني ائتوني بالمهاجرين، أنا هذا الذي جعلني أقول كيف أين نحن من هؤلاء، يعني نحن الآن في ضائقة يعلم بها الله جل وعلا، اليهود من جانب والروافد من جانب آخر، اليهود يضربون بيد من حديد على المسلمين في فلسطين في غزة في إخواننا، وطبعا هناك من يعني من يريد يعني أن يسلمهم القوم تسليما نقيا ليس فيه ما يشوبه، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. وهناك من يتنطع ويقول ما داموا أهل بدعة فنتركهم أهل بدعة ونترك أهل بدعة. يا رجل أما وحد الله كما وحدت الله يا رجل، أما تعلم أن ما قالوا إلى الجنة وخالد فيها أيضا بإذن الله تعالى، طبعا نهيك البدعة المكفرة هذا أمر آخر، فماذا تفعلون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف لا تعقلون؟ ما لكم كيف لا تفقهون؟ والروافض من الناحية الأخرى يدكون العراق، والعراق هذه حاضرة الخلافة، العراق هذه عراق الثقافة، عراق العلم، عراق الإتقان، عراق البلاغة والفصاحة والبيان، دكوها دكا هؤلاء الخبثاء، أخبث أهل الأرض وأضلوا أضر أهل الأرض على الإسلام. وأيضا سوريا يأتي النصير الكافر ابن الكافر، هذا النصير العلوي يضربهم بالصواريخ والناس لا تعلم شيء عن إدلب وعما يحدث مع إخواننا هناك بالطحن والغرس. وأيضا في لبنان حزب اللات وهو يعني وكل يزايد على القضية الفلسطينية، كل يزايد عليها، والأمة مستعبطة، الأمة مستعبطة، يستعبطون الأمة بطرق يعني بطرق ظاهرة الآن، مش بمكر وكيد عميق يحيكه الشيطان، ده بطرق يسيرة جدا بتستعبط الأمة. والحوثي الكافر، الحوثي الرافضي الخبيث على اليمن يذل أهل اليمن ويغتصب نسائها، وأيضا يقول لنا أنا أقاتل تقاتل إسرائيل يا غبي أيها 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 الرافض الخبيث، أينطلي علينا ما تفعلون؟ لا ما ينطلي علينا يعني ما تفعلون، لكن الإشكال كل إشكال في هذا الباب أننا مع كل هذا لم نجتمع، لم نأتلف، المتفارقون لا يأتلفون، لا يتفقون، لا يجلسون، لا يسمعون، بل يحارب بعضهم بعضا وينتقد بعضهم بعضا وينتقص بعضهم بعضا، حتى سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضته، فالله المستعان. فشوف هنا عمر الخطاب جمع الشورى، والله وسعادة المرء أن يجمع الله له النبلاء شورى أن يشاورهم، وهو أيضا لا ينفرد بالقول. فقام عمر الخطاب فقال اجمعوا لي المهاجرين، فسأل المهاجرين فاختلفوا، فبعضهم قال خرجت لأمر فامضه، والآخر قال لا أنت معك بقية الناس تخرج بهم وتعرضهم لمثل ذلك فلا تفعل، ثم قال ارفعوا عني، ثم قال ائتوني بالأنصار، فأتى بالأنصار، فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، لكن خيرة الناس معه. ثم قال هاتوا بمتأخر الهجرة يعني بعد الفتح من قريش، فاتفقوا جميعا أن ترجع، فمال لقولهم فقال إني آفل إني سأرجع، فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ قال إيه يا أبو عبيدة لو قالها غيرك نعم فرارا من قدر الله إلى قدر. وهذا ما أمتعه نظر وفقه ودقة نظر وعلم، ولأن أقدار الله جل وعلا على نوعين، أقدار لا يمكن دفعها فلا بد من التسليم لها وحمد الله عليها، وأقدار يمكن دفعها ولا بد من دفعها فيجب دفعها، كذلك قدر المرض، قدر العطش، قدر الجوع، كل ذلك تدفعه وجوبا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فرجع إلى المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدينة المسيح ولا الطاعون. طبعا في قول لا يدخل مدينة المسيح والطاعون قالوا وباء كورونا دخل المدينة في هذا الباب، لا يدخل المدينة المسيح هذا أمر قد انتهينا منه، ولا يدخل الطاعون يعني لا يدخل الطاعون الذي يتفشى فيهلك الأمة بأسره، ما حدث. ولو دخلت كورونا حتى فيها ما تفشت وما انتشرت، وهذا الممنوع أصلا على أهل المدينة، الحمى كانت بالمدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله في الجحفة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة أمتي،
أو شهادة لكل مسلم. لذلك مات معاذ بن جبل بالطاعون، أبو عبيدة مات بالشام أيضا، وابن معاذ مات بالشام بالطاعون، وهو شهادة لهذه الأمة. كما أن المبطون شهيد فالطاعون أيضا يدخل في المبطون، فالمبطون شهيد والمطعون شهيد، المبطون شهيد والمطعون شهيد، والهدم شهيد والغرق شهيد. فالطاعون شهادة لكل مسلم، وأيضا أصل وأيضا هذه من رحمة الله على العباد، لأن الطاعون أيضا جاء وهو يعني لم يكن في الأسلاف، مرض لم يكن يعني في الأسلاف، استجد بسبب استجداد المعصية. ونحن كذلك، نحن الآن مع الضغط الذي علينا ما بنرجع لله جل وعلا، وقلنا نحن الآن بعد الضغط علينا أيضا نحارب الله جل وعلا بمحاربة العلماء وطلبة العلم والتنقيص منهم وعدم الاستماع لهم ومحاولة صد الناس عنهم. هذا كله الذي يأتي عليكم بالويلات وكأنكم لا تعرفون وكأنكم لا تفقهون. ارجعوا إلى ربكم رجوعا صحيحا، واعلموا أن الله تعالى لن يعطيكم ما أراد أن يعطيكم إلا بما أمر به وشرط عليه واشترط له، فإن الله جل وعلا له سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. باب أجر الصابر في الطاعون. نعم رد العام. قال رحمه الله: باب أجر الصابر في الطاعون. قال حدثنا إسحاق وقال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن أخبرتنا أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين أي إن شاء الله فضلا. قال: فليس من عبد يقع الطاعون فينبت في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. قال: تابعه النضر عن داود. نعم جزاكم الله خيرا أحسن الله عليك. وهذا رواه أيضا عن إسحاق، تحدثنا حبان حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن عائشة، وهذا جاء أيضا في التفسير راه كذلك. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون فأخبر نبي الله أنه كان عذابا يبعث الله على من يشاء فجعله الله رحمة المؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فيه في بلدي صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أولا التعليم أيضا بالسؤال والجواب، أولا التعليم بالسؤال والجواب، وهذه جاءت من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عذاب الله جل في علاه يجعله يعني عذابا على من شاء، فأنه كان عذابا يبعث الله على من يشاء فجعل الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا. فإذا هو كان عذابا والله تعالى جعله رحمة لهذه الأمة، فجعل الطاعون شهادة، جعل الطاعون شهادة، فالمطعون شهيد والمبطون شهيد ولا يصح الفرار منه. فقال صابرا محتسبا، شوفوا قال إن أصابه في بلده صابرا محتسبا يعني يمكث في بلده لا يخرج، وهذا فيه تفسير لقوله أو إثبات وتوكيد لقوله إذا سمعتم بالطعام في بلد فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا فيها. والطعام الموت الشامل عبارة الدودية أنه حبة تنبت في الأرفاغ وكل ما انثنى من الإنسان. وأما في قول لا تدخل المدينة المسيح ولا الطعام، سبب عدم الدخول أنه في الأصل رجز وعذاب، وإن كان شهادة فببركة مجاورته صلى الله عليه وسلم بها دفع عنهم ألمهم، وقد دعا بنقل الحمى عنها إلى الجحفة وهو طهور. سيأتي أن الحرق والغرق أيضا شهادة، والحقيقة أن المسيح لا يدخل المدينة لكنها ترتجف رجفة تخرج له كل منافق، وفي الأصل أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتب الله له مثل أجر الشهيد. المطعون شهيد والمبطون شهيد. وجوب الشورى وشاورهم في الأمر، فضيلة هذه الأمة بالنصحاء النبلاء الانقياد للدليل نعمة ونجاة. قال إن لي في ذلك إن لي علم إن لي علم في هذا الباب أو قد علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما في هذا الباب، فقال ما عندك هاته. فقال قال المسلم سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوا ولا تخرجوا منه. العلم بالسؤال والجواب، رحمة الله بهذه الأمة، الطاعون شهادة لهذه الأمة مع أنه كان عذابا لأمم أخرى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.